في الفلاحة يعتبر توفر المياه شرطاً أساسياً لتحقيق المنتوج الوفير، وهي المادة الحيوية التي وجدنا هؤلاء الفلاحين بولاية باتنا في رحلة بحث عنها بعد أن طال انتظارهم الإفراج عن رخصة حفر بئر ارتوازي لمدة بالغت عند البعض 9 سنوات. يدفع للدولة كل عام عنده 500 قنطار 1000 قنطار ما بين القمح وشعيره، ما كانش، ما راح نطلبوا، درنا دوسي تاع فراج باش يزيدوا، باش نزيدوا احنا الفلاحه تاعنا تطور. او عندنا عنده واحد العامين 6 سنين ملي حطيته من 2014 والما يدفع ومطيش، هاو مازال نعاود نولي ندير لك واحد، هاو مازال. ها واش يقول؟ قال لي واحد ثاني خصت حاجه. تأخر دراسة ملفات الآبار الارتوازية تسبب في جفاف مئات الهكتارات من الأشجار المثمرة وتوقف عشرات الفلاحين عن خدمة الأرض. الجمعية تخدم، الفلاح واحد يخدم، الناس وكل تخدم وكل تعيش، حنا نحوسو نعيشو، ما نحوسوش نريبو ولا نخربو، نحوسو نعمرو البلاد تعمر. أعطيني أخويا نعفر حتى 500 متر. طرحنا الإشكال على والي ولاية باتنا فكان هذا رده. راني نسال نمضي في القرارات فيما يخص الابار الارتوازيه ولا الابار الفرديه فلاحيه ولا فرديه منزليه، المهم ما نخليوش الاشجار تاعنا، ما نخليوش، مستحيل، ورانا نكونوا لازم ان شاء الله مع المواطن تاني. دعم الفلاح حتميه الزاميه لبلوغ هدف التصدير المرجو، ولعل البداية يجب أن تكون بوضع حد لمشاكل الآبار الارتوازية التي يعاني منها عديد الفلاحين عبر الوطن.